زي اليومين دول من 10 سنين مصر كانت بتعيش أصعب ظروف في تاريخها بعد نجاح الشعب المصري في الإطاحة بحكم الإخوان. وقتها كانت البلد مأزومة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ووسط الظروف دي قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف واستدعاء الشعب، وخاض الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه بالمنصب بدأ في إعادة ترتيب الأوضاع وقطع عهد على نفسه أنه يخلي مصر قد الدنيا. الرئيس السيسي بحكم منصبه كوزير للدفاع ومن قبلها كمدير لجهاز المخابرات الحربية كان عارف كل تفصيلة في البلد، وكان عارف ان الحمل تقيل، وعشان كده كان واضح وصريح من الاول وقال انه مش هيقدر يوعد بحاجة، وان كل اللي يقدر يقوله انه مش هيرتاح ولا يهداله بال غير لما تستعيد مصر قوتها. ورغم الصعوبات والتحديات الكبيرة اللي واجهت فخامة الرئيس السيسي في بداية حكمه، وكان على رأسها الإرهاب والجماعات التكفيرية المسلحة، إلا أنه قدر بحزم يقضي على جذور الإرهاب في سيناء وغيرها من المدن المصرية. وبتعاون وتنسيق كامل بين الجيش والشرطة رجعت مصر تاني واحة للأمن والأمان، وده انعكس على حركة السياحة الوافدة على مصر واللي بدأت تتحسن ومعدلاتها بدأت تزيد. ومصر قبل وباء الكورونا وحالات الإغلاق اللي ضربت العالم كله سجلت أعلى معدلات سياحية، وكانت الأرقام مرشحة لزيادة لولا كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية. مش بس الإرهاب اللي كان واقف عقبة كبيرة جدا في طريق نهوض السيسي بالبلد وبناء الجمهورية الجديدة، لأن حجم الأزمات والمشكلات في القطاعات كان أكبر من قدرة الدولة على النهوض. وده اللي خلى أول حاجة يعملها الرئيس السيسي ترتيب البيت من الداخل وتقسيم الملفات وتحديد الأولويات، وكانت البداية من التعليم. من خلال التخلص من المناهج القديمة اللي قايمة على الحفظ والتلقين وتبني مناهج جديدة هدفها التفكير والإبداع والابتكار، مناهج داعمة للبحث العلمي. ومع ده حصل تغيير جذري ونجحت الدولة في القضاء على بعبع الثانوية العامة اللي كان بيرعب كل البيوت في مصر. واستكمل السيسي نهضة التعليم بتطوير البنية التحتية في المدارس، وبنى آلاف المدارس الجديدة اللي استوعبت الزيادة وحلت مشكلة تكدس الطلاب. تاني ملف اشتغل عليه رئيس السيسي في العشر سنين حكم كان ملف الصحة، وكلنا عارفين حال المستشفيات الحكومية كان عامل ازاي وحجم قوائم الانتظار كان قد ايه. والدولة في الملف ده اشتغلت على المباني والبشر في نفس الوقت، يعني تقريبا كل مستشفيات مصر اتعمل لها تطوير وتحدثت بأحدث الأجهزة. وفي نفس الوقت تبنى الرئيس بنفسه أكتر من حملة ومبادرة قومية للقضاء على الكثير من الأمراض اللي كانت متوطنة وبتنهش في جسد المصريين، زي فيروس سي اللي مصر عملت فيه معجزة ونجحت في القضاء عليه تماما، وكمان حملة 100 مليون صحة اللي من خلالها تم الكشف على الملايين في كل شبر في مصر، بالإضافة لحملات تانية عن صحة المرأة ومحاربة سرطان الثدي. وبجانب الصحة والتعليم الرئيس السيسي كان حريص على توفير حياة كريمة للمصريين، والبداية كانت من ملف التموين والسلع المدعومة من الدولة. وطبقت الحكومة نظام جديد في صرف السلع التموينية قدرت من خلاله تضمن بنسبة كبيرة وصول الدعم لمستحقيه، ومع ده كان فيه اهتمام كبير من القيادة السياسية في استمرار دعم رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز، ولولا الدعم ده كانت أسعارهم هترتفع بشكل فوق قدرة كل الناس. ولأن حياة كريمة هدف من الأهداف اللي الرئيس كان مصمم على تنفيذها، عمل مبادرة رئاسية بنفس الاسم وقدر يعمر ويغير شكل الحياة في القرى الفقيرة اللي كانت محرومة من أبسط حقوقها زي المية النظيفة والطرق الممهدة والمؤسسات والمصالح الحكومية الضرورية من المستشفيات والمدارس وغيرهم كتير. وفي العشر سنين اللي فاتوا رفع السيسي كمان شعار التعمير والبناء، وعمل حجم مشروعات صناعية واستثمارية وسكنية ما حصلش قبل كده، يعني مئات الألاف من الشقق السكنية اللي بتناسب كل فئات الشعب، وتقريبا ما فيش حد قدم على شقة وما خدهاش. ومع الشقق السكنية كان في توسع في حجم وعدد المصانع في كل محافظات مصر، ومش بيمر شهر غير وبنشوف الرئيس بيفتتح مشروع جديد أو مجمع صناعي. ولأن الرئيس عارف كويس إن مفيش نهضة ممكن تتحقق من غير إنتاج، اتدخل بنفسه وعدل كتير من التشريعات اللي كانت معوقة للاستثمار، وبيترأس بنفسه المجلس الأعلى للاستثمار، وطول الوقت بيقابل مستثمرين أجانب ورؤساء مجالس إدارات شركات عالمية عشان يوفر كل المطالب لأي مستثمر عاوز يجي مصر يبني ويعمر ويوفر فرص عمل للشباب.
وفي النهاية الرئيس السيسي بيبذل جهود خرافية للنهوض بالبلد، وفي حاجات حقق فيها إنجازات غير مسبوقة وحاجات تانية لسه شغال عليها وهتبان نتائجها وهيجني ثمارها الأجيال الجديدة والقادمة. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بنكير نبض البنوك.